يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي جيرة العلم Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ballighhu alwasila. خصاه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة محمد يا ربي وارضى عن المشايخ
بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره. يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانا. يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. سلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره على السبع اتباق ثاقب قدماه قبلهما البعير فازالا ما اشتكاه من المحن والنوائب سلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنينا حزين النادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خوصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم
وسلم وبارك عليه ثم رده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المارب فإذا شرفت التربة طيبة منه بأشرف قالب سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لاحت كواكب على مدخل مدركب النجائب صلاة I'm not afraid.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب، أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المناثر والمناقب، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصيرته مستقيما، قال في حقه من لم يزل سميعا عليما: سلم وبارك عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافئ ولسان القرآن الناطق، أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته، قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام، وحملني في السفينة في سلب نوح، وجعلني في سلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار، ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه قط. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار انكاب الأحبار قال: علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق، فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج
وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم. يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال. قلوبهم مصائبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام. فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم ويقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال. غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا صل وسلم وبارك عليه. فيقول الحق عزتي وجلالي لجعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي. يا قاسر ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عاجز عن حسب ما حويت من خصال الكرم والجود. الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب. حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما ناوى ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سير المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا
أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله Yeah.
صلى الله عليه وسلم مقتولا بيد العناية مكهولا بكحل الهداية وأشرق ببائه الفضاء وترعرع الكون من نوره وضاء ودخل في عد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخبود نار فارس وسقوط الشرافات ورميت الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضي لما تعلق من سناه النور الساطي وأشرق من باهي ضياء الظلام حتى عرض على المراضي اللهم صل وسلم وبارك عليه وما صل وسلم وبارك عليه قيل من يكون هذه الدرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة قالت الطيور نحن نكفر ونغتنم همته العظيمة قالت الوحوش نحن أولى بذلك لكي ننال شرفه وتعظيمه قيل يا معشر الأمم اسكنوا فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رضيعا لحليمة الحليمة اللهم صل وسلم وبارك عليه فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم منشط لسماء تلك الأشباه ووجهه متهلل كنور الصباح إذ أقبلت حليمة معلية بالصياح تقول وغريبة فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب قالت حليمة ووحيدة فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب التأييد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك إخوانك من الملائكة وأهل التوحيد قالت حليمة ويتيمة فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وما صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا واهداهم من الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هاب وإذا دعاه المسكين أجاب يقول الحق ولو كان مرا ولا يدمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا صرف كان وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام
وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت من ذلك الكلام، وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه، وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب، ويوجد منه أثر طيب وإن لم يكن قد تطيب، وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهور، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهور. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض واسفه: ما رأيتم من ذي لمة سوداء في حلة الحمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك علي يا بدرة من هذا كل كمال. ماذا يعبر عن أولاك مقالي؟ أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال، وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنعام والإفضال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال، وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمال. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين إلى منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته واسترنا بغير حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنا القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا،
وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مريعة لا نطمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.